بالجناح كبلاك ارجنت. ميكروفونات عندك هني سواد وايد افضل دارك. هني الجناح افتح هم نفس الطريقه الفروستنج واضح في الرغبه، يعني اللون المطلوب حالات يكون كله اسود والذيل اسود، بس الارجنت يكون بس في الجناح. يعني في ساعات تطلع بالبلاك ارج لما تشتغل يطلعوا لك هذيله اللي صايرين مثل بار والوان، يعني الكتف مو واضح. اللون المطلوب نفس طريقة هالطير، وممكن هالطير اوكي، بس هذا ما شاء الله لون السواد عنده ممتاز، حتى بالمواصفات احسن. يعني اللون باهت بعد هذا. ما شاء الله هذا افضلهم، يعني افضل في درجه اللون السواد. يعني هني الحبتين هم فيهم فروستنج، بس هذا افضل بالليسنج، افضل كدرجه لون اسود، وافضل بالمواصفات. هذه اقل بتكون ثاني، وهذه تكون ثالث، فهذا هو الاول. بالتوفيق. يا حبيبي فايع، مشكورين على الحضور والتحكيم في هذا المعرض. والله انا جدا سعيد وفخور اني اكون بينكم واحكم، كاول مره احكم في دوله الامارات في الشارجه. صراحه معرض مرتب، والشباب ما شاء الله اشوف فيهم طموح، ويعني وحابين يستفيدوا جدا من كستاندر كمواصفات المدينه. كاول بطوله انا احضرها وقاعد احكمها على الستاندر الامريكي. والطيور الموجوده بشكل عام، والله شفت كم طير صراحه، يعني جدا مميزين. خاصه الفئه اللي توها بلاك ارجنت، الالوان جدا ممتازه. يعني ما توقعت اني مثلا احصل كذي بلاك ارجنت وايت وينج واصلين هالمستوى هذا. في الوان اساسيه اشوفها يعني بادية. اي لا، خامات زينه اشوف يعني. الحين ان شاء الله بنبدا عليهم، هذا يبدا التحكيم عليهم ان شاء الله. اي والله، يعني في وراهم يعني على حسب الفئات. الحين افتكر بلو ارجنت، فئه بلو ارجنت طيور تدخل مرحله حبيبي. شوف، تسلم 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 يا ابن حضيبه، تسلم. انا بالطيور النخبه. وعليكم يعني السلام ورحمه الله وبركاته. انت لو تختار الطيور انا انزلهم من هذه. لا لا تعبت. هذا اوكي، هذا بلو ارجنت. لا لا بس هذا بلو ارجنت، هذا بلو ارجنت، كبلو ارجنت المفروض نحط معاهم. هذا واحد مركب امام الزينه، امام الزينه يرحب بالضيوف الكرام. انا قبل هذا نادوني، انا اشكر عليكم. في واحد
بخصوص البلو أرجنت، نفس ما قلت لكم يا شباب، في عندنا بالستاندر المدينة الكالر ماركينج عليه 20 درجة. إذا كان بلو أرجنت لابد يكون لون الجناح نفس طريقة هاللون، فاتح مايل البياض مع وجود ليسنج. أما مثل الطير اللي عندي داخل عليه البرونز، فمهما كانت مواصفاته بينقص من درجات جودة اللون. عندنا عيب هم بالجناح، ممكن معظم الطيور بستاندرهم مذكور فيه، هو السبلت وينك. سبلت وينك في المدينة يعتبر ميجر فولت، يطلع الطير من المنافسة مهما كان مستواه واموره، لكن عيب يطلع الطير من المنافسة. بين اوضح لما احطه. لا مو الاكس، لا الاكس عيب بسيط، اي مو اقصاي، لكن سبلت وينج اللي يصير تلاقي الجناح كذي، يعني شوف يعني ريشه طالعه لفوق اكثر، يعني مثلا عندك الريش لابد يكون على مستوى واحد رايح، تلاقي جزء من الريش رايح للاعلى وجزء الثاني من الريش نازل للاسفل، الريش الجناح اللي من الاولى للعاشره. هذا طير جدا ممتاز كاستيشن، في ارجل تباعد ارجل ممتاز، لكن عنده بغض النظر على السبلت وينك واضح هني جودة اللون ما هي المطلوبة. بخصوص هذه الحبة أنا راح أستبعدها يا شباب إنها تفتقر لمواصفات المدينة، يعني لا الأرجل مطلوب فيها ولا الجسم، يعني ما إلى على الستاندر الأوروبي. يعني كبلو أرجنت لون الصحيح المطلوب في الستاندر، هذا الطير هو أفضلهم بالنسبة لي. أما هذه والذكرين اللي هني يعني ينفعون كستوك بيرد، هذا حجمه جدا ممتاز لكن يفتقر للون ودائما ينزل لتحت. صراحة كتايب هذا الطير جدا عاجبني أكثر، لكن ما أقدر أفوزه اساس سالفة سبلت وينج ولونه مايل على البرونز اكثر من الارجنت، فهذا يكون افضلهم، الافضل بالفئة.
هذيل الثنتين راح استبعدهم، فيهم وايد اخطاء، الذيل الاعلى ودروب وينج، وين الذيل عريض. ما شاء الله عندي هني ثلاثة طيور حلوين. هذا ما شاء الله من الطيور، من الطيور المميزة صراحة. يعني هذه الخامات أنا أحب أنتجها. يعني هد حلو، ما في كريسيس، منقار عريض قصير، يعني بدي حلو، ظهر قصير، الذيل جدا ممتاز، نوعية الريش اللهم ممكن شوية لونه ما هو ريتش ريتش، لكن بس في تايب وايد زين. ف يعني لو تشوفون هنا الطير كلش يعني ما في تناسق، ما في وقفة. شوف الطير عندك هنا كجسم، كعرض رقبة، قصر ظهر، تلاقي الجناح مع الذيل. هذا هم طير فيه مواصفات زينة، لكن يفتقر للبدي. البدي والجسم المطلوب في المدينة على شاكلة هذا الطير. اي ريش؟ كبوت ولا شوف كبوت، انا اليوم كاني جاي ورشة عمل، لكن وخبرت الشباب قبل شوي، يعني مفروض يعني الريش الشكل هذا، يعني تكون الأصابع، الأصابع القدم خالية من الريش، يعني ليه المنطقة هذه بس فقط. أنا بالستاند المدينة في بوت، ليه عند الحجل، من بعد الحجل في رسمة الستاندر واضحة عندك هني ويني. والله أغلب الطيور شوف من بعد الحجل يكون أصابع حمراء ونظيفة وخالية من الريش. بس هذا يعني طير مثال جيد إني أشوفه اليوم عندكم الصراحة. خشونة، خشونة بنفس الوقت، ما في كريسيس، جودة ريش، بادي، عرض صدر، يعني طير جدا ممتاز. يعني بعد ممكن راعية اهتم أكثر فيه من ناحية التجهيز بيكون يعني أفضل. فهذا بيكون أول يا شباب، يعني صراحة الله يبارك له راعية صراحة، خامة وايد زينة، استحق لمثة زينة بعد. يعني الطير كان شوية متهيئ، متدرب على قفص الشو وعلى الستيشن والأمور، بس ما شاء الله طير هادي أيضا. يعني الله يوفق راعية صراحة، من الطيور اللي عجبتني جدا. احاول اصور لي صراحة.
بس هذا هو الأبي الأول يكون. سألني عن البطولة. زين في 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 صعوبات التحكيم اللي يواجهها أي حكم، شو اللي ممكن يواجهها؟ شوف بالنسبة لي أنا حكم حكمت أكثر من معرض، يعني عدم تجهيز الطيور حلو، يكون المشاركين الجدد يعني ما عارف يختار أي طير يجيب المعرض، يعني يختار يعني طيور ستوك بير، طيور مثلا دون المستوى، طيور فيها أخطاء يعني طلع طير برا المنافسة كميجر فولت. فكان مفروض يعني المربي اللي فاهم وعارف القديم ينصح الجديد. هذه نقطة مهمة، الاستعانة يعني بالشخص الصحيح. الاستعانة بالشخص الصحيح، يعني انت مربي جديد وكذي ما يعني عارف الستاندر عدل ولا عارف الاخطاء، وانت تكون يعني راسم رسمه للطير هذا انه هو هذا الطير اللي راح يعني افوز فيه وكذي، لكن انت مو عارف اخطائه ولا متابع بشكل جيد، فهذا شيء يعني يحزنني صراحه. يحزنني يعني جدا، احب ان دائما اشوف المربين كلهم يعني صراحه. احنا في وقت الحالي هنقول اخر 10 سنوات المعارض بدأت تنمو بشكل يعني سريع، يعني تحصل الدولة الواحدة فيها 4-5 معارض لكذا فئة، هذا شيء يزيد الثقافة، تشوف يعني طيور دون المستوى او شيء كذي فيحزنك. والشغلة الثانية لاحظت انا لاحظته بشكل تعرفني صريح، انا المعارض اللي حكمتها بعضها من نشوف انه يعني طيور مربين ثانيه او مجموعه شافت ان هذا في شخص معين او مربي جاي يطير مبين عليه هو اللي بيفوز، يصير فيهم احباط حتى ما يستغلوا يجيبوا يردوا طيور، يعني يهدوا التنظيم. اوكي يهدوا التنظيم. اوكي إيه، لكن الحمد لله هذا عندنا في آخر بطولة لا. شباب شادين حيلهم. يا سلام. يفرحوا لبعض، هو اللي صار القلب صافي. وكل واحد يتمنى للثاني الخير. يا سلام. وروح المعنوية عالية والأمور طيبة، ينجح المعرض قبل مستويات الطيور. يا سلام. هاي وجهة نظري. كلام جميل. شو دور السوشيال ميديا في هذا الموضوع؟ هو الأساس، هو العصب. إذا العصب مات. إيه. انتهى الوقت. يا الله. فالسوشيال ميديا والإعلانات والأمور وحواراتك احنا نتابعها بشكل يعني جدا ممتاز، وباقي الشباب هي اللي يعني في ناس ممكن ودها تحضر لكن ما تقدر، هي تحضر المعرض لظروف ما، لكن وجودك خليته يحضر. يا سلام عليك. تسلم. انت جدا مميز يعني. أفعليك. مستمتعين وياكم في هذه الهواية الحلوة والجميلة. نعم. انزين، في الوان رصاصيه لافندرات اشوف وراء. ها اي ما شاء الله. هي متى نبدا عليهم ولا بعدهم الشباب؟ الحين ببدا عليهم بفندهم انزين نكمل بعد شوي موضوع
ما شاء الله الزين فيهم مميز ان كلهم لونهم صحيح سمنتي. يا سلام. سبرت لافندر. في بعض اللافندرات الملكي اللي تدش فيه برونز واللون الملكي. نعم يتدخل وياه. يعني بالنسبة لي يعني اللون الصحيح بالستاندر المذكور الوصف هو اللون الاسمنتي. السبرت لافندر. يعني شباب بخصوص اللون اللافندر لابد ان يكون صراحه الوانهم كلهم ممتازه. سبرت لافندر انا اطلق عليه اسم اللون مثل لون الاسمنت. في الملكي لافندر والبروز لافندر يعني مو موجود تصنيفه يعني انه لون دخيل فيه فهو صحيح السبرت لافندر. فمثلا لون هذا اللافندر افضل شيء انه يروح مع البلاك سكيتي الاسود سبرت اساس يتم معك توخر عن البرونز والحمر وكذي تكمل بالمسيرة بالسود. يعني من العيوب اذا كان في جناح فوق وجناح تحت دروب بنك يعتبر هذا عيب يعني في الطير يعني يطلع برا المنافسه. عندك مثلا الحبه هذه اوفر ستايل الراس ملاصق مع الذيل بهالشكل هذا فيها اوبن باك يعني كطيره ستوك بيرد. هذا عنده نفس الطريقة جناح فوق جناح تحت يعني تقريبا أفضل طير فيهم هذا في تلاقي جناح زين يعني كلون لافندر هذا أفضل طير فهذا بيكون الأول عليهم. أنا أحاول أوقف أنا مشكلة عينة مكان لو غير مكان غير مكان الأول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله. الطير الجميل اخوان مش الموضوع اي شلون ما يمشي ابو جاسم موجود يا سلام يا سلام راعي موجود ايه. من المستويات الجميلة والألوان الرائعة صراحة حبيب كيف أنت وصلت المستوى هذا متى وصلت هذا من ساس مصادق مصادق اي نعم مصادق ويانا ولو ويانا مصادق اي نعم مصادق موجود يتابعنا اذا ما اخذنا وانتجت وعاد طبعا انتاج هذا مصادق ما ينتج الا شيء زين اي نعم ها ما شاء الله شوف 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 شوف, شوف اللون شوف اللون الاسمنتي على قولة ايه انا اطلق عليه الاسمنتي يا سلام يا سلام وبداية المشوار ان شاء الله ايه ونتعلمنا من الحكم ايه في اخطاء والامور وتطوير وان شاء الله القادم افضل دائما القادم افضل دائما القادم افضل ان شاء الله. شو حاب تقول؟ هذا المنافسة الطيبة الحمد لله على كل حال ودائما لو يقول الواحد ينوع افضل لان شفتني انت الامس يعني فريش واليوم مدينة وكشكي واحد ينوع لا ان شاء الله الله ويشارك دائما يشارك حتى لو طيورك اسمح لي على الرمسي يعني لو طيورك اشوفها كشره شارك ترى ما بتتطور ولا بتتعلم الا باخطائك نعم نعم لابد لابد من المشاركه نعم انا ايد كلامك صراحه خير وبركه في الحكام هم يعني خبره انا مؤيدين لكلامك يعلمونك نعم. بالعكس نعم يعني شيء اللي حمسني الحين انا مثلا فزت على فكره عندي طيرين بس طيرين ما شاء الله فزت اليوم تحمس انك انت تدخل ازواج ثانيه الطيور وتطور اكثر نعم. واكثر ويعطيك انت الف عافيه على مجهودك ما قصرت وعلى مقابلات الشباب وعلى دعمك الله يعطيك الف عافيه الله يعطيك
يعني لو نشكك من قبل مباشر لا فعليك والله اي والله مقصرين قال الله يحفظك بالتوفيق حبيبي بالتوفيق يا مرحبا الساعه زين ننتظرك انت تدخل في المدينه اي انا لا لا لا, 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 لا لا ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر هذا مجال ندعمك والله ندعمك مجال قوي هذا لا ندعمك انا واحد من الناس داعمين لك عفا عليك تسلم والله وجودكم هذا دعم ما يحتاج مثل شخصك الكريم اتمنى نشوفه في هوايه المدينه يا سلام عليك مربي مدينه كمشارك مدينه اصلا انت مكسب بسيط ليش لا ليش لا انا واحد من الناس داعمين يا الله تسلم إذا تأمر فيه حاضر ما تقصر بس والله بس بالخطوة يا الله نجري لك ما يحتاج ما يحتاج إذا خذيناك بعد ما ترجع أنت بس قول ادخلوا وخلاص ما يحتاج انزين بشكل مختصر كيف نطور الهواية في الخليج في الخليج شوف في الخليج يعني ما شاء الله أنا ملاحظ يعني الفترة الأخيرة قاعد يصير تطور شلون يعني ما شاء الله مثلا مربين الكشكي يجون يشاركون في الكويت والشباب من الكويت يجون يشاركون عندهم يعني صاير نفس ما تقول مثل فريق واحد بس يتطور أكثر لا مثلا أعطيك مثال مثل نادي المدينة الكويتي مع نادي العماني المدينة العماني مع نادي المدينة البحريني مع نادي المدينة السعودي رؤسائهم ينحطون في جروب ويشكلون رابطة أندية المدينة اللي بالخليج يتفقون على معيار معين على أسس في إقامة المعارض بحيث يتفقون على عدد الأيام مثل اليوم الفلاني يوم معرض الإمارات اليوم الفلاني يوم معرض الكويت بيخلون مسافات بينهم فالتنسيق هذا بين كل فئة وبين كل أندية وبين كل رابطة ضروري بالنسبة لي يساعدني أنا أني أنا أحضر عندك وعندهم بعدين شغلة ثانية مثلا من نادي المدينة الكويتي يرشح حكم واحد أو اثنين هذا الحكم أنا أعتمده لكم لو بغيت يحكم عندكم من الإمارات كذي من البحرين كذي فيصير عندك حكام من دول الخليج معتمدينهم الأندية متفقين عليهم وتنسيق في أوقات المعارض هذا هو التطوير أن أي واحد يقدر يحضر هي تحضر عندي أنا أحضر عندك بس مجرد تنسيق وما يكون في تضارب في الأيام تضارب الأيام هي مشكلة أنا حصلت المشكلة حصلت على دعوتين من نادي المدينة العماني في الجمعية كحكم المدينة وفي رابطة السعودية في جدة الحمام مدينة يحكم مدينة اثنيناتهم نفس اليوم اللي أعلن قبل صار يعني انحرجت هو اللي ظفر بال فأنا ودي أحضر الاثنين الصراحة فهذه المشكلة تشتت المربيين يعني مثلا أحتار أروح جدة ولا أروح مثلا عمان حتى لو مو كحكم كمشارك فالتنسيق هذا ضروري وجهة نظري أنا لا لا فعليك كل شيء إن شاء الله إن شاء الله تعدل الأمور يا سلام شو عدنا هني شو عدنا هني هنا ما شاء الله فئة حمر الحمر أشوفهم دائما يعني ألاحظ هالشغلة جودة الريش جدا ضعيفة يعني أول طير هناك يعني هذا مبين الطير الأول
داخل فيه الارجنت مثل اف 1 لو تلاحظ بالجناح. حتى هذا يعتبر داخل فيه الارجنت، يعني ما هو احمر اسكتي صحيح يعني. يعني اللون الأحمر الأقرب للصحيح هذا الطير. يعني أفضلهم بالمواصفات أيضا، يعني جودة الريش أفضل من هذا. عندك الستين بيك، هذا الطير فيه ستين بيك، لازم يكون المنقار باللون هذا، ما داخل في لون السواد وكذي. ذيل الطيرين مبينين من شغل ارجنت، واضح فيهم اللون الارجنت. يعني الطير يمكن تنقصها بعض الجاهزية. فهذا بيكون افضلهم بالفئة. اوكي شوف الطير يعني محطوط بشكل يعني لازولية مو مجهز، اظافيره كبار تأثر. يعني ما اشوفها يعني ممتازة، لكن احنا نين في كلون احمر نختار، يعني هذا في عيوب اكثر، ظهره اطول، هني داش في الارجنت. يعني انا مثلا فئة احمر اسكتي لابد ان يكون الطير احمر اسكتي. كل معرض له ظروفه، يعني الطير يوقف. ما هو الممتاز لكن افضل موجود كجودة ريش ولون. شكل راوند جناح مع الذيل. شوف الطير كذي ما يصعد ذيله ولا ينزل الجناح. شوف الأرجل شلون استقامة كاملة، لا تثني ولا هذا. لا الحين معناته استقامة الرجل مع منتصف الرأس يعني ها كذي الشكل هذا. إذا قسمت الطير بالنص شوفه من كل جهة اليمين جهة اليسار شكل راوند. نفصل يا شباب ونرجع بعد شوي. أنا بحاول أريح الشباب أشوف هناك على أساس الوقت يعني.